لما نتحدث يعني عن هذا المشروع السكني سيد عبد الرزاق، يعني نتحدث ربما عن قيمة مالية ربما ليست بالمكلفة لهذه العائلات وحتى لكم، يعني وحتى عن المدة الزمنية، يعني كيف يتم إنجاز هذا المشروع يعني بهذه التكلفة البسيطة وفي هذا الوقت الزمني يعني ربما السريع إن صح التعبير؟ هو من اليوم الأول لازم يكون المشروع ما يطولش في الإنجاز تاعه، وما دام يعني مدة قصيرة بالتالي التكلفة تاعو تكون بسيطة. يعني كي نبنوا حاجة في 15 يوم التكلفة تاع اليد العاملة تكون بسيطة، وكل مرة رانا يشارك معنا صاحب هو يبني معنا، لأن نعلمه ثاني كيفاش يبني التقنية هذه. احنا الهدف هو كيفاش يقدر هذا صاحب المشروع صاحب البيت هذا يقدر يبنيها وحده، لانه امر يعني بسيط نقدروا احنا نوقفوا معاه، يعني باش في التجربه اللي قبلها اولاد صاحب المشروع هما اللي قاموا بالبناء، تقريبا 50% البناء قاموا به هما، وهذا هو الهدف انه يقوموا هما بعمليه البناء من اجل التكلفه تكون بسيطه وتكون يعني في زمن بسيط يعني زمن قصير. نعم، يعني وهل نفهم من خلال كلامك يعني أنه هذه الأرضية يعني تكون جاهزة من أجل يعني بناء هذا المنزل، يعني بخصوص ربما وضع حجر الأساس يعني لهذا البيت؟ يعني عندما نتحدث عن هذه المدة الزمنية القصيرة، ربما عندما نتحدث عن ربما الحفر وعن البناء وعن جلب هذه المواد، يعني هل يكون يعني هذا الأمر غير مرتبط بهذه المدة الزمنية؟ هو الحفر ما هوش حفر حاجة كبيرة، يعني نقولوا في تقاليد البناء يعني في المنطقة الأساسات يعني ما هيش عبارة على دي سمال، ولا نقولوا الأمر يعني رجعنا المرجعية كيفاش نبنوا أساس، يعني تقريبا الحفر بسيط يعني ما هوش بروفون ياسر. المناطق هذه اللي بنينا فيها مناطق جبلية، يعني وين كان الحجر، وين كان التيراروشو تقريبا، وين تحمل هذا، ما تحتاج اننا نديروا دي بريباراسيون لهذا الانفراستركتور تاعها. من الخصائص تاعها انه ما كانش كونسنتراسيون دي فور، معناتها كان كما نسموها احنا ريبارتيسيون كامل دي كونترانت، ديستريبيسيون دي كونترانت، ما كانش يعني بلاصه فيها ضغط كبير، يعني جميع البوا تاعها موزع على الارضيه كامل، وبالتالي ما نحتاجوش بزاف انه نهبطوا لتحت. نعم، يعني هل نفهم من خلال كلامك يعني أنه هذه الأرضية يعني تكون آمنة بالنسبة للساكنة، يعني ما تكونش في هناك يعني خطورة إن وقع في هناك يعني زلازل، يعني عفان الله قدر الله عفوا. هو الشكل العام نتاع البناء هذا هو مونوليت، يعني كتلة متكاملة، يعني كتلة واحدة، ما كانش ليزيليمون دو ستركتور، ما كانش عناصر بناء، كان عنصر واحد تاع بناء، وبالتالي يعطيه تماسك كبير. الإشكالية في الزلازل أنه عندنا عدة عناصر في البناء، وكان العلاقة بين مثلا بين البوتو وبين لابوتر في لونو، هذيك إشكالية بما يخص الزلزال. هذا الشيء ما عندناش، ما كانش أعمدة في هذا البناء، ما كانش أعمدة، هي عبارة على كتلة متجانسة تتصل بالأرض في جميع النواحي، وتعطيها يعني تعطيها جسم واحد. ما عندناش يعني نقولوا ديزيليمون، يعني عناصر، كان عنصر واحد هو البيت هذه كما كانت يعني من قبل. التقنيه هذه تقنيه تاع بناء جديد، ماهيش بوتو بوتر، يعني اعمده وعوارض وكذلك، هذه غير موجوده في هذا البناء هذا، وبالتالي الانشغال تاع فيما يخص الزلازل هذه نقطه قويه جدا فيما يخص البناء المضاد للزلازل، انك يعود عندك عنصر واحد تكون تجانس، تكون الكتله واحده كومباكت، هذه تعطيك قوة كبيرة في مواجهة خطر الزلازل. نعم، وربما تحدثنا عن الجانب الهيكلي يا سيد عبد الرزاق، يعني ماذا ربما عن ضروريات الحياة يعني في هذا المنزل؟ نتحدث ربما عن الكهرباء، عن الماء، يعني هل هذه الخيم يعني المقدمة من طرفكم يعني تكون يعني مجهزة بكل هذه يعني الضروريات التي يحتاجها يعني الإنسان اليوم؟ هو في البناء احنا درنا شبكة الكهرباء، خدمنا شبكة الكهرباء وشبكة الصرف، درنا لهم ثاني شبكة الصرف الصحي، ودرنا لهم ثاني شبكة التزويد بالمياه،
يعني في حال ما اذا كان سهريج يقدروا كان ريزرفوار يقدروا يديروا الماء. درنا تجهيز هذا كامل لي سي او اس كما يسموه لي كوردي تاع سكوندير كامل فيها. فيما يخص الكهرباء لو كيت تاع الكهرباء هذا ماهوش غالي بزاف، يعني نقدروا نجهزوه، يعني نجيبوا طاقه شمسيه، كيت تاع طاقه شمسيه اللي يقدر يزود هذا السكنات هذه ببساطه. يعني نعم سيد عبد الرزاق، يعني بما انه يعني هذه الخيم يعني والمساكن يعني تعكس ثقافه هذه المناطق، مناطق الظل يعني والمناطق النائيه، يعني هل في هناك امكانيه تعميم مثل هذه المشاريع على باقي مناطق الوطن؟ يعني وما الذي تحتاجونه يعني كمصممين وصاحب هذه الفكره انت سيد عبد الرزاق يعني من اجل تعميمها؟ طبعا نحتاج الى الاصغاء اول شيء، يعني طبعا امكانيه تعميمها كل منطقة عندها ثقافتها، كل منطقة وعندها الإشكالية تاعها اللي راها مطروحة. الفكرة نتاعنا هي وشني أنه كل منطقة لازم لها السكن تاعها اللي الطابع الخاص بها. الطابع الخاص بها، ما نقدروش نعمو السكن مثلا نديرو سكن ريفي ولا سكن هذاك ونعموه على الناس الكل. كل منطقة عندها الخصائص تاعها، نقدروا نعموه يعني في الهضاب العليا، نقدروا نعموه في الجنوب، حتى في الشمال هنا كاين مشروع يعني في سياق واحد اخر، في ربما قد يكون في سياق السياحة مثلا، السياحة هنا في الشمال يعني مقابل البحر، عندنا مشروع في هذا الموضوع هذا. نعم يعني وهل تم الانطلاقة في هذا المشروع؟ هذا المشروع انجز في 2018، يعني هي عبارة على منزل ميزون دو فاكونس يعني بالنسبه لنا بارتيكولير، ودرناه يعني ونجحنا فيه الحمد لله. يعني هو يستعمل حاليا ومجهز بكل كماليات نعم يعني ورسالتك يعني بخصوص هذا المشروع السيد عبد الرزاق؟ الرساله هو ان الحفاظ على هذه المناطق، مناطق الظل المعزوله، وهي فئه كبيره يعني في المجتمع الجزائري، لازم نهتموا بها. وكيفاش نهتموا بها؟ الماء نتاعها يكون مناسب ويكون يعبر على احتياجاتها الثقافيه والاقتصاديه، ولا نجبر هؤلاء على الدخول الى المدينه، يقدروا يقعدوا في المكان نتاعهم هذا ويكون عندهم يعني الشيء اللي لازم لهم يعني فيما يخص السكن، خصوصا الضروريات الشوفاج فيما يخص الحمام فيما يخص حوايج كما هذون لازم يكون موجوده في هذا. رسالتنا انه الاهتمام بهذه الفئه بضروره بناء سكن لائق بالنسبه لهم. نعم اذا كل الشكر لك سيد سعد عبد الرزاق صاحب فكره المشروع السكني يعني بالنمط الجديد والمبتكر بقيمه 50 مليون سنتيم في مده 15 يوما، ونتمنى يعني فعلا ان تعمم مثل هذه المشاريع، ونتمنى لكم كل التوفيق يعني وفي ميزان حسناتكم على ما تقدمونه للعائلات المحتجزه. كل الشكر لك سيدي. شكرا لك. العفو. اذا مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقره.